نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، انطلقت اليوم بالعاصمة الأوغندية كامبالا أشغال القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 زائد الصين بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول نذير العرباوي. وتسعى القمة الثالثة التي تجري على مدار يومين تحت شعار عدم ترك أحد يتخلف عن الركب إلى بعض ديناميكية جديدة للشراكة بين دول الجنوب في عالم أكثر تنافسية، بهدف تعزيز التعاون بين دول الجنوب لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتغير المناخ والقضاء على الفقر وتطوير الاقتصاد الرقمي. أشغال القمة ميزتها كلمة رئيس الجمهورية التي قرأها الوزير الأول نذير العرباوي، والتي دعا فيها إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك ضمن المجموعة للحفاظ على وحدتها التفاوضية في المنظمات الدولية على نحو يكفل الحفاظ على مصالح الجنوب، مؤكدا أهمية إطلاق مبادرات هادفة للمضي قدما في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها تحقيقا للتطلعات المشتركة. رئيس الجمهورية شدد أيضا على ضرورة التعامل الجماعي والمنسق مع التحديات المطروحة في مجال الأمن الغذائي والطاقوي، كما دعا إلى بناء تصور مشترك لمواجهة التحديات المناخية، مبرزا أن الجزائر التي ستستضيف القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز مطلع شهر مارس القادم ستعمل من أجل جعل هذا اللقاء محطة فارقة في مسار المنتدى تعزيزا للحقوق السيادية للدول على مواردها. تشكل قمتنا هذه مناسبة متجددة للتأكيد على روح الوحدة والتضامن لبلوغ تطلعاتنا المشتركة في بناء مستقبل أفضل، وهو الشعار الذي ارتأته الرئاسة الأوغندية كعنوان بارز لهذا اللقاء التاريخي، كما أنها تنعقد في ظل ظروف دولية متغيرة ومتشابكة تتسم بالانقسامات والاستقطاب نتيجة توالي الأزمات والصدمات التي ألقت بظلالها على بلدان الجنوب، متسببة في تفاقم الأوضاع وتعميق الهوة بينها وبين دول الشمال، فضلا عن التحديات المتصاعدة في مجالي الأمن الغذائي والطاقوي وتزايد حدة الفقر وارتفاع مستويات المديونية في بعض البلدان. رئيس الجمهورية أكد أيضا أن ما يحدث في غزة هو اختراق للقانون الدولي، والجزائر تدافع عن دعم الشعب الفلسطيني لقيام دولته المستقلة. لا شك أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان صارخ للقانون الدولي الإنساني وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، ويؤكد على الارتباط الوثيق بين الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي المبادئ التي لطالما دافعت عنها بلاد الجزائر وأيضا مجموعتنا. وهنا أود أن أعرب عن تضامن الجزائر الكامل واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هذا وتبحث مجموعة 77 زائد الصين في قمتها الثالثة سبل توسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد توافقت مداخلات رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي الهيئات الدولية حول التأكيد على ضرورة تعزيز قدرة دول الجنوب على الصمود في ضوء السياق الاقتصادي والتنموي العالمي الراهن والدعوة إلى اقتصاد عالمي أكثر شمولاً عدالة. مفادة التلفزيون الجزائري لكامبالا توفيق عجالي. برؤية شاملة للتعاون القاري، قمة 77 زائد الصين ترافع عن أهمية خلق فرص للتبادل التجاري بين دول الجنوب، وهذا للحفاظ على التوازن العالمي للاقتصاد. أولوية تراها سدا منيعا أمام كل الاحتكارات، داعية إلى إرساء نظام جديد تحترم فيه كل اقتصادياتي الدول. المجتمعون يؤكدون أن التعاون اللامشروط بين الدول الإفريقية هو خلق جسور تعاون تتصدى للارتفاعات الكبيرة للأسعار
ولا يتأتى هذا إلا برقمنة الاقتصاد، رقمنة تعد محركا ذو حدين لتنمية مستدامة. قمة ترى أن التغيرات المناخية والتوترات السياسية في بعض البلدان الإفريقية انعكست سلبا على اقتصادياتها وتبادلاتها التجارية. ملفات ثقيلة طرحت لإيجاد بدائل عن التبعية الاقتصادية والتوجه نحو تنمية مستدامة، وهي مطالب لطالما نادت بها الجزائر. لا مناص من التعاون جنوب جنوب لتوازن عادل للاقتصاد العالمي، هي رؤية القمة للقارة الإفريقية. من العاصمة الأوغندية كامبالا، مبعوث التلفزيون الجزائري توفيق عجالي. بعد ذلك ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول أخذ صورة جماعية تذكارية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الثالثة لمجموعة 77+ الصين. وعلى هامش مشاركته في أشغال قمة مجموعة 77+ الصين، التقى بكامبالا الوزير الأول نذير العرباوي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأممي حمل الوزير الأول نقل تحياته وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية، مستذكرا المحادثات التي أجراها مع السيد الرئيس خلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر شهر نوفمبر 2022. وعلى هامش مشاركته في أشغال قمة مجموعة 77+ الصين، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات ثنائية مع كل من نائب الوزير الأول لجمهورية الصومال صالح أحمد جامع، ومع نظيره من جمهورية البنين بكاري أجادي أوشولجون. وقد شكلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بكلي البلدين ومستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي في منطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي. سلام لفلسطين، عنوان العرض الفني التضامني مع القضية الفلسطينية من تنظيم أوبرا الجزائر بعلام بسايح، ليكون رسالة سلام من الفعاليات الثقافية والفنية الجزائرية لإبراز تضامن ومساندة الجزائر حكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية. الحفل الفني الذي شارك فيه 150 فنانا جزائريا حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية سيد بوعلام بوعلام، وزيرة الثقافة والفنون سورية مولوجي، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا، وعدد من الشخصيات السياسية والمجتمع المدني، إلى جانب سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة، وعن التلفزيون حنان بورايو. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، إيدينا واحدة يا ستي والله إيدينا واحدة. سلام لفلسطين، من أرض الجزائر الشهداء الأبرار إلى أرض المقاومة الأحرار. فلسطين الثورية سلاحها الإيمان، تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. عرض فني ملحمي تضامني يعبر من خلاله 150 فنانا من النخبة الفنية الجزائرية بأصوات متنوعة وغاية واحدة تؤكد الموقف الثابت للجزائر إزاء القضية الفلسطينية. وما نخاف الأديان، وفي سبيل الله والحرية رانا مجاهدين. هي لغة يفهمها ويعرفها الجميع عبر أنحاء العالم، لغة الفن العابرة للحدود والقلوب. ها هي الكلمة اليوم قالها بصوت مرتفع وبصوت عالي وبصوت عالمي وأكاديمي الفنان الجزائري. أعود نكرر ما قاله الشهيد الراحل ياسر عرفات، قالهم إذا ضاقت بكم الدنيا فاذهبوا إلى الجزائر. باش نبعثوا برسائل تضامنية مع الشعب الفلسطيني من خلال يعني أشكال تعبيرية فنية مختلفة. الفنان يعني يقدر يوصل رسالة، يقدر يوصل يعني يدير وقفة يعني بالفن تاعو، مهما كان الفن، كان في الموسيقى أو في الرسم أو في المسرح. جينا باش نبينوا للعالم أنه الشعب الفلسطيني راهو يعاني، وإحنا كشعب جزائري رانا واقفين معهم. نساندوا أطفال غزة ونساندوا أهالي فلسطين، من حقهم يعيشوا طفولتهم كما احنا. وما ذنب طفل في فلسطين.
دعم معنوي بلغة إنسانية عالمية راقية تشد الأيدي وتربط على القلوب برمزية تحيي الشجاعة والصبر والكفاح. فنانون حملوا فلسطين في القلب ومجدوا أبطالها الذين زكاهم التاريخ وخلدهم الزمان فأبدعوا وأمتعوا. جزائر سوليدار مع فلسطين يد في اليد ورينا نعملوا كامل اللي أدينا عليه إن شاء الله ماشي غير هذه المرة نعودوا لها ونعودوا لها ونعودوا لها وكامل المبادرات يمشيوا لهم. إشي مش جديد للجزائر أنهم يدعموا فلسطين طبعا. إحنا تربينا على الثورة الجزائرية. الجزائر والثورة التحريرية تاعت الجزائر بتدينا أمل في التحرير. جينا على جالهم واللي جينا باش نساندوا الشعب الفلسطيني ورانا معاهم. اليوم جئنا لنساندهم بالشيء الذي استطعنا والذي نقدر عليه. هذا ليس بجديد على الشعب الجزائري تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. نحن الشعب الفلسطيني بحاجة في هذا الوقت إلى كافة المبادرات التضامنية والدائمة. هي دبلوماسية ثقافية ترسخها الجزائر دعما للقضية الفلسطينية برسالة سلام من الفعاليات الثقافية والفنية بلغة إنسانية عالمية راقية. ما بنسى أرضي حبك يا بلادي ما بنسى أرضي. في مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة يواصل العدوان الصهيوني قصفه الهمجي على قطاع غزة لليوم السابع بعد المئة مرتكبا بذلك المزيد من المجازر حيث كثفت آلة القتل الصهيونية من استهدافها لمنازل المدنيين في كل من خان يونس والمحافظات الشمالية والوسطى من القطاع موقعة 178 شهيدا و193 مصابا خلال الساعات 24 الماضية فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في حين تواصل مدفعية الاحتلال منذ عدة ساعات قصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع يتزامن ذلك وحملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمناطق عدة من الضفة الغربية طالت 12 فلسطينيا يأتي هذا في ظل الخسائر الفادحة التي كبدتها المقاومة لجيش الاحتلال في وقت تتسع فيه دائرة المطالبين بضرورة تقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى الجنائية الدولية وري الثرى مساء أمس بمقبرة تيزي غنيف بولاية تيزي وزو جثمان الفقيد اللواء أحسن سليمان بحضور ضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي والسلطات المدنية وأفراد من عائلة الفقيد وجمع من المواطنين رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون. إن كان محسنا فزد في حسناته رياض الآن وإلى المحفل الكروي الإفريقي بكوت ديفوار حيث أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم الجولة الثانية تابعة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم أمام منتخب بوركينا فاسو وكان البوركينابيون سباقين إلى التهديف عن طريق محمد كوناتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليعدل بغداد بونجاح النتيجة في الدقيقة 51 قبل أن يعمق الفارق بيرتراند تراوري في الدقيقة 71 وعدل الكفة للمرة الثانية بغداد بونجاح في الدقيقة 96 نتيجة وضعت رفقاء رياض محرز في الصف الثالث بنقطتين في الوقت الذي حافظت بوركينا فاسو على وصفته بأربع نقاط وعقب المواجهة أكد الناخب الوطني جمال بالماضي أن العناصر الوطنية أدت ما عليها وكان بالإمكان أن تكون النتيجة أفضل أنا عندي ثقة في اللاعب لاعبنا وسورتو كي تشوف المباراة تاع اليوم تشوف اللاعب اللي بداو اللاعبين اللي دخلوا كل دخلوا بنفس التركيز نفس الحماس
دونك انا ما عندي شك في وعندي ثقه فيهم. اليوم قلت لك خاصنا ماركي تمارك تو مارك سو تي اوكازيون ان بوت دو بوت الماتش اللي كومبليتمون ديفيرون ولكن moi je suis satisfait bien sûr je me serais bien épargné de souffrir jusqu'au bout comme ça mais voilà c'est des matchs qu'on doit les jouer ça doit nous arriver et si on va aller si on va aller très loin dans cette compétition quoi qu'il arrive on aura des matchs comme ça. بهذا نصل إلى ختام النشرة ألقاكم في نشرة الخامسة السلام عليكم.